شهد الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين احتفالية نقابة المنيا بالمولد النبوي الشريف وتكريم المتفوقين من أبناء المحامين والزملاء حملة الماجستير والدكتوراه. وأكد الأستاذ عبد الحليم علام أنه سيتم تخصيص الدور الخامس والسادس والسابع بمبنى النقابة الفرعية للمنيا كمستشفى للسادة المحامين واقتطاع جزء من الدور الأرضي وتخصيصه كصيدلية لخدمة الأعضاء. وقال نقيب المحامين أنه رفض في بداية توليه النقابة الخروج للجمعية العمومية للتحدث عن الفساد الذي كانت النقابة غارقة فيه حتى لا يصقل كاهل السادة المحامين بحال نقابتهم وما آلت إليه في ظل هذه الظروف الصعبة. وأعلن عن اعتزامه بدء خطوات جادة مع وزارة التعليم العالي لتطوير معهد المحاماة وتفعيل الأكاديمية مع تقليل مدة الدراسة بالجامعات المصرية لتخريج جيل واع ومثقف يمتلك كفاءات تستفيد بهم النقابة والمحاماة. وزف نقيب المحامين بشرى بشأن أندية المنيا وسوهاج والأقصر موضحاً بأنه سيتم طرحهم في مناقصة وخلال أكتوبر المقبل سيتم الانتهاء من كافة الرسوم الهندسية للبدء في الإنشاءات. وأعلن عن جاهزية مصيف جمصة وفندق بورسعيد لاستقبال المحامين وأسرهم خلال الصيف المقبل. وأكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة في تعديلات قانون المحاماة وخاصة في المواد الخاصة بحصانة النقيب وفتح المدد للنقيب بأن يظل أطول مدة في منصبه، ولم يتم تقديم أي تعديل يخدم الجمعية العمومية سواء في بند إعفاء المحامين من القيمة المضافة أو الفاتورة الإلكترونية. وعلى هامش حضوره الاحتفالية تفقد نقيب المحامين غرف المحامين بمجمع محاكم المنيا واستمع لمقترحات وآراء الجمعية العمومية بشأن تطوير الخدمات.